مصدر مطلع أفاد اليوم بأنه رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني توجه إلى العاصمة الإيرانية طهران من أجل المشاركة بالتشييع الرسمي للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اللي يقام في طهران باكر. فقد أعلنت السلطات الإيرانية بوقت السابق أنه تشييع جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي راح يقام في طهران يوم الأربعاء، هو ووزير الخارجية أمير حسين عبد اللهيان ومرافقيه الآخرين اللي قضوا في تحطم الطائرة بأذربيجان. وكان المقرر قبلها أن يكون التشييع من مدينة تبريز شمال غرب البلاد. وراجت أنباء عن وفود عالمية وردت العاصمة الإيرانية للمشاركة بالمراسم، ولم يتأكد لحد الآن ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين راح يشارك بالتشييع لو لا.